تقييم الأسرة ده شيء مهم قوي ومهم لتنمية الدول ومهم للنماء والرخاء للناس بشكل عام، لكن هل هناك وعي حقيقي بأهمية تنظيم الأسرة؟ معانا دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني. دكتور عمرو، مساء الفل. مساء الفل يا حبيبي. اهلا بك يا فندم. دكتور عمرو، خليني اسال، 26 سبتمبر من كل سنه بيوافق اليوم العالمي لتنظيم الاسره، ابتدى من امتى هذا اليوم؟ ابتدى في 2007، يعني احنا النهارده السنه ال 15 فيه. هدفه ننشر الوعي باستخدام وسائل منع الحمل، اهميه الوسائل، ايه انواع الوسائل المتوفره، ويمكن دي عندنا مشكله في مصر، يمكن حضرتك احنا دايما بنقول ان احنا في حرب وعي، حرب تغيير مفاهيم مغلوطه. من احد الاسباب اللي بتخلي بعض الستات ما تستخدمش الوسائل ان هي ممكن تبقى خايفه من الوسائل، ممكن تبقى خايفه من الاثار الجانبيه، فيمكن فرصه ان احنا نطمن السيدات نقول لهم ان وسائل منع الحمل اللي موجوده في مصر امنه جدا وفعاله جدا. يعني ايه فعاله؟ يعني لو استخدمتي الوسيله المظبوطه صح مستحيل الست تحمل. امتى الست تحمل؟ لو هي استخدمت الوسيله غلط، مثلا بتاخد اعراف منع الحمل ونسيت قرص او اتنين في فتره التبويض وحصل جماع ممكن تحمل، او ان احنا لما بنركب الست لولب بقول لها تعالي كل سنه نعمل سونار نتاكد ان اللولب في مكانه، ممكن الست تطنش سنه واثنين وثلاثه اللولب يتحرك من مكانه فممكن ان هي تحمل، فبناكد ان وسائل منع الحمل الموجوده في مصر فعاله جدا. طب يعني ايه امنه؟ امنه يعني ما بتعملش اي مشاكل. ويمكن ساعات من ضمن الحاجات اللي بنسمع فيها خرافات، بعض السيدات تقول لك ده انا سمعت ان اقراص منع الحمل بتجيب مثلا سرطان ثدي، نقول لا مفيش حاجه اسمها كده، اقراص منع الحمل مالهاش علاقه بسرطان الثدي. بعض السيدات تقول لك احنا سمعنا ان اقراص منع الحمل ممكن تجيب عقم او تاثر على القدره على الانجاب بعد كده، نقول الاقراص بتشتغل طول ما الواحده بتاخدها، اول ما تبقى ليها الواحده ينفع تحمل تاني، او واحده تقول لك انا سمعت مثلا الاقراص ممكن بتنفخ الجسم او تزود، نقول اي مشاكل ممكن كنا بنسمعها عن الوسائل، الكلام ده ممكن يبقى كان زمان في الثمانينات والتسعينات. حضرتك الوسائل بتتطور، الهرمون نفسه اللي محطوط جوه الوسيله بيتطور، يعني زي ما كده الموبايل اتطور فالهرمون اللي موجود جوه كان في الجيل الاول بعد كده الجيل الثاني بعد كده الجيل الثالث، احنا دلوقتي في الجيل الرابع من الهرمونات. اقراص امنه فعاله ما بتعملش اي اثار جانبيه، بس لازم النقطه اللي عاوزين ناكد عليها ان ما فيش واحده تاخد الوسيله من دماغها، لا مش شرط ان الوسيله اللي مناسبه جارتها او صاحبتها هي اللي تناسبها، هتروح لدكتور النساء هتتكلمي معاه هتحكي له عن سنك عن التاريخ المرضي بتاعك، يعني عندك امراض مزمنه ولا لا، بتاخدي لها ادويه ولا لا، هتحكي له عن شجره العيله يعني مامتها واخواتها، وهو الدكتور النساء مع الست بيقول لها على ايه الوسائل المتاحه وهم مع بعض يختاروا بقى الوسيله المناسبه. طب دكتور عمرو، يعني هل الجهود اللي بتبذل من قبل الدوله في تحديدا في هذا الملف كافيه؟ محتاجين لسه شغل اكتر، يعني يمكن خلينا حضرتك نقول ان الدوله المصريه في اخر 7 سنين بتطير في كل الملفات ما عدا يمكن ملف النمو السكاني، لسه ماشيين ببطء، لسه عاوزين مع ان سياده الرئيس في كل مره بيتكلم عن الموضوع ده. ويمكن تعالي نفكر، هو سياده الرئيس ليه بيتكلم في كل مره عن الموضوع ده؟ حضرتك لما تلاقي مثلا مشروع له علاقه بتبتين الترع هتلاقيه بيتكلم عليه، حاجه ليها علاقه بجوده التعليم هيتكلم عن مشكله الزياده السكانيه، حاجه ليها علاقه بالمدارس وصحه اطفالنا والانيميا والسمنة والتقزم هتلاقيه بيتكلم عليه. حتى يستشعر المواطن بالتنميه اللي بتحصل في البلد، ما هو مع زياده عدد السكان انا مش هشعر باهميه الحاجات اللي بتحصل في وسط البلد لانها بتلتهم فعلا. ويمكن الجمله دي كان الدكتور جمال حمدان في كتابه العبقري شخصيه مصر كان قال قبل كده حاجه اسمها فتش عن السكان، وكان شايف ان المشكله السكانيه دي هي المشكله الام، دي المشكله المفتاح اللي صوابعها وراء اي مشكله. يعني حضرتك لما تقولي لي هو ليه العشوائيات ظهرت اقول لك بسبب الزياده السكانيه اللي اكتر من التخطيط بتاع الدوله. طب ليه ممكن مثلا الفصول الدراسيه زحمه؟ هو برضه بسبب الزياده السكانيه. طب لما نتكلم عن الزراعه او الصناعه او جوده التعليم فيقول دي المشكله اللي مأثره على اي مشكله عندنا. فلو عاوزين نحل كل مشاكل مصر لازم نبدا بالمشكله دي الاول اللي هي مشكله الزياده السكانيه، ونقول ان الملف ده احنا ورثناه من الجيل اللي قبلينا والجيل اللي قبلينا ورثه من الجيل اللي قبليه. يمكن نقول حان الوقت دلوقتي واحنا بنتكلم على الجمهوريه الجديده ان احنا ما نورثوش النجاح الحقيقي، ان الملف ده ما نورثوش للجيل اللي بعدينا، ده محتاج مجهود اكتر، محتاج حرب وعي اكتر، محتاج ان احنا طول الوقت نفكر الناس نشرح لهم يعني ايه خطوره الزياده السكانيه، يعني ايه ان لازم يبقى في توازن ما بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت برضه الست المصريه البسيطه محتاجه نديها نوعيه اكتر، نطمنها على استخدام وسائل منع الحمل،
نشرح لها يعني ايه وسائل منع الحمل، نفهمها ان ازاي ده هينعكس ايجابيا على صحتها. يعني رسائل بسيطه، لو نقول للست ان اللي بيتحكم في ذكاء طفلك اول 3 سنين، ابنك عاوزاه يطلع شاطر في المدرسه وتحصيله الدراسي عالي، لازم تركزي معاه اول 3 سنين بعد ولادته. فمعنى كده ان انت لو بعد ما ولدتي حملتي تاني على طول، ما انت هتنشغلي في الحمل التاني، الطفل بقى هيتساب، فلما يكبر يبقى تحصيله الدراسي ضعيف. نقول للست اللي بيحدد شكل جسم ابنك اول 3 سنين، لازم 3 سنين مركزه معاه في التغذيه المضبوطه، ياكل ايه ما ياكلش ايه. بينما الست لما تحمل تاني على طول مش هتركز مع اكل ابنها، يجي له انيميا، يجي له سمنه، يجي له تقزم. فمحتاجين نوضح اكتر وندي جرعه معلومات ومعرفه ازاي ان تنظيم الاسره ده يخلي صحه اطفالك احسن، ذكائهم اعلى، تحصيلهم الدراسي احسن، ما يكونش عندهم لا انيميا ولا سمنه ولا تقزم. طب ما هو في ناس بتفكر، خليني نقولها بقى بصراحه يعني او بوضوح اكتر، ان انا كل ما اخلف عيال كل ما اقدر اشغل العيال دي فهتجيب لي فلوس. لا هنا بقى يعني هو ما بيفكرش في 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 صحه الطفل او صحته النفسيه، في حياته التعليميه اللي جايه، في تربيته. هو بيفكر انه كل ما هجيب عيال اكتر كل ما هشغل العيال دي فهتجيب لي فلوس. هنا بقى الدوله ليها دور، ويمكن نقول الجهات التشريعيه في مصر، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ليهم دور في حاجه مهمه جدا. احنا بنقول مش عاوزين حوافز سلبيه، بس احنا عاوزين حوافز ايجابيه. يعني ايه؟ يعني الرؤيه تختلف. مش معنى ان المواطن مخلف اطفال اكتر ان الدوله هتساعده اكتر، بالعكس، ده اللي هيخلف اثنين ويلتزم هو ده اللي الدوله هتساعده اكتر، ممكن ده اللي ياخد نقط التموين اكتر، ده اللي ممكن نقول الست اللي هتطلع على المعاش وهي بس مخلفه طفلين الدوله هتديها ممكن يبقى مكافاه فوق المعاش مثلا 50,000 جنيه. يعني محتاجين نغير رؤيتنا للملف. انا مش الدوله هتساعد اللي يعني حضرتك مش عايز نظام العقاب، ان لا. انا عاوز ثواب زياده للي هيلتزم. انا هقول والله الطفل الثالث او الرابع او الخامس او السادس قدام الدستور كلهم زي بعض. خلي بالك حضرتك، احنا ما نقدرش نعرض عواقب سلبيه، لان قدام الدستور حتى لو واحد خلف 10 اطفال الطفل العاشر ده عندي في الدستور زي الطفل الاول، ما ينفعش احرمه من حقه لا في الصحه ولا في التعليم ولا في التطعيمات ولا في اي حاجه. الطفل ما اذنبش، اللي اذنب ابوه اللي بيجيبه وخلاص. بس انا اقدر اعمل ايه؟ ان احنا الناس تفهم ان رؤيه الدوله احنا هنساعد اكتر اللي هيلتزم، هو ده اللي هياخد نقط اكتر في التموين، ده اللي الدوله هتساعده. ويمكن نقول لحضرتك حاجه، الدور عليها دور برضه في التشريعات. انا لازم نحارب عماله الاطفال، تشديد وتغليظ عقوبات عماله الاطفال عشان اللي هيخلف طفل يعرف انه مش عارف يشغله في الشارع، تغليظ عقوبات وغرامات على التسرب من التعليم. خلف عيال زي ما انت عاوز، بس ما فيش طفل مش هيخش للمدرسه، ولو خرجت ابنك من المدرسه عليه غرامات وعقوبات. فبالتالي اللي كان هيخلف طفل ونامي ان هو يخرجه من المدرسه ويقول لك الطفل مش هيكلفني حاجه واشغله في الشارع، لا انا قفلتها عليه. انت لازم تدخله للمدرسه، لازم ما يشتغلش في الشارع. عقوبات وغرامات على زواج الاطفال، باي ماذون هيسجل طفل اقل من 18 سنه عقد جواز اقل من 18 سنه هيبقى عليهم عقوبات وغرامات. ليه؟ البنت لو انا ما خليتهاش تتجوز بدري هي دي اللي هتكمل تعليمها، هي دي اللي بعد كده هيبقى قدامها فرصه ان هي تشتغل، هي دي اللي دماغها هتنور، سقف طموحها هيبقى اعلى، هيبقى فاهمه ان ربنا ما جابهاش في الدنيا عشان بس تحمل وتخلف وتقعد في البيت، لا، هي ممكن يبقى طموحها اعلى من كده، تبقى دكتوره ناجحه، تبقى مهندسه ناجحه، تقدر تفيد وتخدم البلد. فلو الدوله هتضغط تضغط مش في الحوافز السلبيه، لا، في الحوافز الايجابيه اكتر، تضغط في تشريعات وقوانين. محتاجين ثوره في التشريعات تحارب عماله الاطفال، زواج الاطفال، تحارب التسرب من التعليم. بس ده دور مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولازم يشتغلوا. اتمنى ان في الدوره البرلمانيه القادمه ده مجلس النواب ومجلس الشيوخ في تشريع القوانين، مظبوط يا فندم؟ اه طبعا. ايوه، طب في مؤسسات تانية لازم يكون ليها دور على الارض. هو حضرتك انا يمكن بنقول مشكلتنا في مصر ايه؟ لو سالت المواطن المصري عن مشكله الزياده السكانيه هيبقى شايف ان هي مشكله الحكومه، بينما احنا دور الاعلام ان انا لازم افهم المواطن ان دي مسؤوليتنا كلنا، المؤسسات المجتمع المدني اللي موجوده على الارض ان هي تكون موجوده مع الناس، المؤسسات الدينيه ان انا محتاج خطاب ديني معاصر بيشرح للناس ان ازاي طفلين متربين كويس، متعلمين كويسين، صحتهم كويسه، بيحبوا بلدهم وفاهمين دينهم احسن وابرك لبلدهم ودينهم وعيلتهم من 4 و5 في حته ضعيفه، 4 و5 مش مكملين تعليمهم. محتاجين كل دولك يتشابكوا، الصحه والتعليم والاعلام، يعني محتاجين كل مؤسسات الدوله مع المجتمع المدني يشتغل لغايه ما نقدر نحقق النجاح. انا قلت لحضرتك
النجاح الحقيقي ان احنا ما نورثش الملف ده للجيل اللي بعده. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق واستاذ